إلى التحية لكم مشاهدي قناة العالم سوريا ضمن برنامجكم دامسكو لليوم. حنكون معكم ضمن حلقتنا جديدة بمواضيع مختلفة ومتنوعة حنرافقكم فيها خلال ساعة كاملة من الوقت. ويسعد أوقاتك هشام. يسعد لي أوقاتك مجدرين. كيفك اليوم؟ على العال الحمد لله. مع الجو الكئيب شوي بالشتوية الأمور رواق. لا الجو كتير حلو ما فينا نحكي عليه أبدا. أنا بحب الشتوية وإن شاء الله أنتوا أيضاً تضلوا بخير وصحة. ساعة من الوقت رح نقضيها سوا، رح نحكي بكتير تفاصيل وكتير مواضيع بتهمكم من طب وصحة وثقافة وتقارير داخلية وخارجية من تابع سوا ومنبداها بالعناوين. بمحطتنا الأولى لحلقة اليوم حنحكي عن وضع الذروة الرابعة من فيروس كورونا في سوريا. رح نتابع مع كاميرا العالم سوريا تغطية خاصة لافتتاح احتفالية أيام الثقافة السورية. رح نسلط الضوء بحلقتنا على مشروع مميز لتجديد ملابس الفقراء بالسويداء. بداية حلقتنا لليوم مع تاج العافية لنحكي فيه عن آخر مستجدات فيروس كورونا، خصوصاً أن نحن عم نواكب الذروة الرابعة. فبلغ عدد الإصابات 1740 إصابة بالمدارس السورية، وهذا الحكي بحسب مديرية الصحة المدرسية. وحازت محافظة حمص للأسف المرتبة الأولى وتلت مباشرة محافظة درعا. لنعرف تفاصيل أكثر معنا اليوم الدكتور أيمن فواز ليخبرنا عن آخر مستجدات فيروس كورونا. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور. سهل وقتكم، 100 مرحبا. الله يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية دكتور. يعني مثل ما عم نقول عم نواكب نحن الذروة الرابعة، وبعد التصريحات عم تقول إنه المنحنى متسطح. خبرنا أكثر عن آخر المستجدات حول الفيروس كورونا بسوريا. الكورونا دائما هو مستجد ودائما عم يفاجئنا، فبهالمرة تفاجئنا تماما، لأن نحن التكهنات اللي منحطها هي تكهنات مبنية على السنن السابقة، على التجارب السابقة تبعنا بالكورونا. فتوقعنا توقع في هذه الموجة إنه ب 15/9 تقريبا لحد 1/10 أن تنتهي الموجة، تكون موضوع النزول من الذروة. هالشي هذا للأسف ما صار واستمر. هذا ناقوس خطر، هذا ناقوس خطر. التسطح هو ليس مصلحتنا أبدا. لنفرض نحن في مرحلة من المراحل تعودنا على هجمة وذروة وثم نزول، هذا نحن نسميه منحنى الجرس. منحنى الجرس ماشي، تعودنا عليه، في أساليب ممكن نلجأ لها لحتى نتفاداه. الدولة ممكن تسوي بعض الإجراءات الصارمة وقت الذروة تماما لحتى تحد من بعض الانتشار، بتخلص الذروة بترجع لحياتنا الطبيعية تماما. هالمرة فاجأتنا تماما موجة كورونا الرابعة بأنها متسطحة. هذا دليل أنه ناقوس خطر بدنا ندقه لحتى ننتبه أكثر لممارساتنا الكتير اللي عم نساويها. تماما. يعني هون في بس فكرة دكتور، يعني لما عم نقول أنه متسطح فبيفكروا أن الحالة مستقرة. أبدا هي ما لها مستقرة أبدا. أعداد كبيرة، أعداد كبيرة عم بتفاجئ أنا ممكن أصاب أي لحظة تماما. وقت الذروة بقول والله اليوم في ذروة. أنا عندي فرضا ما بفوت بالتفاصيل، عندي فرضا عندي عرس، عندي احتفال، عندي مناسبة، عندي حتى عزاء لا سمح الله، حتى موضوع التعزية. أنا كنت أقول دائما أنا ما تسمح الدولة أو ما تسمح، يا ريت نحن ما نسمح تماما. نحن ما نساوي مثلا. والمدارس اليوم دكتور، والمدارس بالنسبة للمدارس في آراء كثيرة. المدارس لست أنا صاحب القرار اللي بحط قرار، بس المدارس بدها تمشي، لأنه الكورونا إحنا نفسنا ما بنعرف لإمتى بقي معنا. المدارس ضرورة، أما في الأشياء اللي نسميها فرضاً ممكن تجنبها، هذيك لازم تجنبها، المدارس ضرورة. بالنسبة للمدارس تحديداً بدنا نلفت نظر لشغلة كتير حلوة وخلينا نكون فيها، طبعاً ما بدخل إدارياً أبداً، دوماً أنا حكي بده يكون حكي طبي. أنا بتمنى دوماً أي طالب أو آنسة بتظهر عليها العلامات القريب وليس الكورونا فوراً على البيت. عم شوف بعض الملاحظات الخاطئة في العيادة، بيجي عندي المريض لو أنت عندك أعراض قريب في البداية قد تكون كورونا، فأنا فوراً بدي أعطلك على المدرسة بلأن ما فيني أمدي داوم. لا ما بصير داوم، أنت لا تكون أناني، أنت شخص واحد. الرقم اللي ذكرتيه بالنسبة لمديرية الصحة 1700 طالب، هذا رقم مقبول منيح نعمة، لأن أنت الطلاب هنين طبعاً من وضع البلد كلياتها، من وضع الآباء وكذا. يعني دكتور اليوم انت بظل الكورونا والمدارس، التجديدات اللي لازم تتبع اليوم بالمدارس شو ممكن تكون؟ هلا احنا دائما عم نحكي بالنصائح اللي هي النصائح العامه، الناس شوي عم يكونوا بعاد عنها، او ربما استهتار، او ربما بعض الناس بدهم يشوفوا الفيروس يمشي قدامهم على الارض يشوفوا قدام عينه لحتى شوي يخافوا منه. فموضوع المدارس انا بقول انه الاهل زائد المدرسه
زائد وجود تقرير طبي طبعا من الطبيب انه يعفى فورا من الطالب من الدوام لو شو ما كان. في بعض المدارس عملت شغله حلوه انه انا الطالب عنده اليوم فحوصات ومذاكرات، عملت لهم غرفه خاصه بحيث يصير تباعد جيد. احنا عم نحكي عن اعداد مدارس، يعني اعداد طلاب هاي بس وقت المذاكره، في غير المذاكره خليه يغيب، خليه يغيب. والاستاذ لازم يغيب. يعني في بعض الشركات اللي بتعتبر نفسها وشركات المهمه بفوت المدير بلاقي شخص عنده قريب فقط بيقول تفضل على بيتك حتى بدون تقرير طبي. هلا صار الا عارض يعتبر رشح او قريب هو يعتبر كورونا. بدنا نخاف منه، احنا ما نعتبر كورونا طبعا لانك ذكرتي الموضوع. هلا موجود قريب، موجود قريب وخاصه عند الاطفال موجود هلا وقته تماماً. نحن طبعا في غير الكورونا نحن من السنن، لان حتى الحياه لها سنن، حتى الفيروسات لها سنن. فنحن بنشوفها بشهر 11 و12 عادي ببلدنا، وشهر 12 بشكل ذروه بالنسبه للفيروسات، نحن بنسميها الفيروسات الغديه او التنفسيه اللي بتصيب الجهاز العلوي او الجهاز السفلي نتيجه للتغير المناخي، وطبيعي جدا وقتها هيك هي. ونحن بنشوفها هي بشكل طبيعي، بنقول له المريض عندك قريب وتفضل على البيت مع بعض الادويه البسيطه جدا زائد بعض النصائح الطبيه. اليوم نفس الموضوع عم نكرره مع الاطفال، بس بنفس اللحظه عم ننبه الاهل. يعني الطفل اللي بالبيت اللي عنده قريب عم اقول للاهل هذا الطفل الاهل يشوفوا اعراض عليه يبطل من المدرسه، بس كمان ينتبهوا هن منه. انا باكد كثير هو بيكون حامل للفيروس بشكل او باخر. طب هي الفكره بدي اسالك عنها دكتور. يعني احيانا بنشوف انه في كثير من الاطباء بظل كورونا كانوا عم بيقولوا انه الطفل قد لا يظهر عليه الاعراض ولكن هو حامل للفيروس، كثير في حالات موجوده حتى هلا. طب نحن كيف فينا نستدرك هي الحاله، خصوصا انه عم بيصير في انتشارات كثيره، في اساتذه عم يتضرروا فعليا والكبار هن الاكثر تاثرا بفيروس كورونا فعليا. الفيروس اليوم وبكره هو بده يغلبنا، هو بده يغلبنا الفيروس. نحن عم نسوي كل الوقايات مشان نخفف من حده الانتشار تبعه. هو الفيروس اذكى منا بكثير، الفيروس اذكى منا بكثير، معتمدا على القوى اللي موجوده عنده، وبنحكي فيها بالتفصيل القوى الموجوده عنده. نحن هي القوى بنسميها الفوعه. الفوعه هي القوه التي يمتلكها الفيروس. فللمثال اللي سالتيه على موضوع الطفل اللي هو، فانا طبعا ما فيني احكم على كل الاطفال، اكيد ما بعمل مسحه لكل الاطفال او كذا، ولكن بكتفي بالقدر المطلوب اللي حكيناه، انه الطفل تظهر عليه الاعراض حتى لو كانت حراره بسيطه، حتى لو كانت رشح بسيط، هذا الطفل يعمله فورا تباعد في البيت وتباعد في المدرسه. طب هذا الطفل اللي نقل للطلاب القريب وكذا، تصوري حتى القريب منتقل للطلاب، احسب نحن عم نحكي على القريب فقط، سيكون هو مؤهب لضعف مناعه وضعف في هالفتره هي. فانت ما فيكي حتى هدول اللاعرضيين انك تمشيهم. حكينا بفترات سابقه انه في حتى الكبار رايح يسافر، فهو راح يسافر قام ساوي مسحه، وهذا شيء طبيعي. هلا احنا ما فينا عم نساوي مسحات بشكل اعداد كبيره جدا، سعره مانو قليل، سعر وموضوع تقني كثير صعب. فانت رايح تساوي مسحه قام بيطلع ايجابي، طب هذا شو وضعه كان؟ هذا كان وضعه بالبيت وعم بوس امها وعم بوس خالتها عم ودعوها بالسفر، فتفاجأت هي وبالسفر انه مسحتها ايجابيه. معناتها حتى الكبار عندنا حالات العرضيه، عندنا حالات العرضيه كثير، وهي كشفت احيانا بالخطا، مو قصدي بالخطا يعني بالصدفه بتحليل الاضداد، لو انه شخص عنده اضداد ضد الكورونا، معناتها هو مر عليه الفيروس ومر بسلام، مثل ما بمر علينا كثير فيروسات، نحن يوميا بمر علينا فيروسات كثير، مناعتنا قوانا بتتغلب عليها في كثير من الحالات الى ان يتمكن الفيروس منا لحتى يصير المرض. اما في كثير من الحالات بتمشي الامور. طب دكتور اليوم بكل ذروه عم تختلف الاعراض، بدايه اول فيروس كورونا كان في هلوسه بالشم مجدولين، تذوق كان ينعدم فينا نقول، اليوم بالذروه الرابعه شو بتختلف الاعراض عن الذروات السابقه؟ هذا التصنيف العالمي صار رقمه 7. غياب الحس الشم والذوق تماما. الهلوسه الشميه صارت، الهلوسه الشميه عم تصير ما بعد الشفاء تماما. يعني انا اليوم بنصاب بالكورونا فبلش عندي فورا شم وذوق، بعدين بلش يرجع، فصار يرجع للهلوسه الشميه اللي سميتيها، اللي صار يشم روائح كريهه وصار يطول معهم، اللي حتى روائح المحببه الي، يلي فرضا العطر الخاص اللي انا بستعمله او بعض او حتى رائحه القهوه، صار يشعر فيها بروائح مختلفه. حكينا فيها مره انه هي في كمبيوتر موصول بين الانف والدماغ ومتفقين عليه بين بعضهم تماما، اشارات واتصالات كذا لتصنيف كل الروائح الموجوده فيه. انت تعرفتي عليها هي الروائح وسجلتيها بدماغك، اجى حضره جنابه الفيروس نزع
ترتيبها كلها نرجع الترتيب اليوم عمل اليوم بالدروة الرابعة عمل فورميت في هاي الأعراض الأعراض حتما موجودة حتما موجودة تماما. ولكن بكمية أقل رجعت لرقم 7 رجعت رقم 7 في حين حكينا أنه موضوع السعال وموضوع العطاس وإحمرار الوجه والأعراض العلوية يمكن شو كانت أقل بالسابق طلعت لمرحلة فوق طلعت لمرحلة رقم 2 أو 3 حاليا. موضوع تاني مثل حكينا أنه هو الكورونا هي دوما individual individual يعني شخصية تفرق دوما بين شخص وآخر حسب مناعة الشخص طبعا وحسب طريقة غزو الفيروس له والمناعة له دور كبير وترتيب الجسم. فبيقلي المريض أحيانا أنه أنا ما عندي فقد الشم والذوق هو ليس قاعدة بالطب حكينا دوما أنه ما في 1+1=2 هذا العرض تراجع. إذا النفي لا يثبت عدم وجود غياب السم والذوق عندي لا يعني أنه ما عندي كورونا. الإصابة الصدرية دوما هي لم تكون هي الإصابة الخطيرة شفنا بالمرحلة هاي بالرابعة شفنا بعض الحالات من الإصابات خلينا نسميها بالتعبير الدارج أو التعبير العامي السلالة بحيث نشوف المريض ما عنده أعراض كثير وما عنده أعراض صارخة ومع ذلك الإصابة الصدرية عم تكون مهمة معناته هو عم يمشي بالرئتين بشكل سلال. فهي الحالات بدنا ننتبه لها المصادف بعض الصدف الحلوة يعني بالطب دائما في مفاجآت يعني شفت مريض امبارح صورته سيئة جدا بين المريض بوضع جيد سيئة. ما في بالطب دوما مثل أن 1+1=2 تماما بتلاقي تحاليل صارخة جدا صورة عادية مريض معادلة. دكتور كان في معلومات سابقة بتدل أنه فيروس كورونا بيستهدف العضو الضعيف بجسم الإنسان يعني شخص عنده مشكلة بالكلاوي فبصير في عنده آلام أشد بالكلاوي أو كريزات إلى علاقة كريزة رمل مضاعفة وغيرها أو مثلا عنده مشاكل صدرية فبصير عنده حالة احتشاء أكثر أو سعلة زايدة أكثر. هل الذروة الرابعة عم تحمل نفس الملامح من هالناحية؟ تمت الكورونا صنفوها بداية أنها تنفسية بعدين قالوا هو مرض جهازي هو عم يصيب الجسم كله طبعا هو أكيد عم يضعف الجسم كله ونحكى في المؤتمرات العالمية بإصابات قلبية إصابات عند الأطفال التهاب عضلة القلبية عند الكبار احتشاءات قلبية لأنه هو عم يأهب للتخثر فتفضلتي أنه فكرة المنطقة الضعيفة. أما بالموضوع العام شفنا مفاجآت كثيرة غير الإصابة التنفسية بكورونا وبتوقع نشوف لسه مفاجآت لأنه الفيروس قابل للتحور حتى في البداية ما كنا نحكي بموضوع الإصابة الهضمية صرنا نشوفها بالمرحلة الرابعة بشكل واضح صحيح. فموضوع نقطة الضعف هي أولا رح تعطيني ضعف للجسم كله لما يكون أنا عندي مشكلة بالكلية أو مشكلة بالتنفس رح تعطيني ضعف للجسم كله زائد ضعف بالمنطقة نفسها. فبتلاقي المريض المصاب يوم الايام فرضا حتى لو من سنه عنده كسر بالفخذ بمنطقه الفخذ رح تصير بالنسبه له مؤلمه جدا اكثر من مناطق الجسم كله. نعترف ان الفيروس عم يسيطر على الجسم كاملا. الحراره دكتور اليوم بالنسبه للذروه الرابعه كيف عم تكون بالنسبه للحراره؟ كانت بداياتها اول ما يتواجد في حراره على الشخص فاذا هي من اعراض كورونا. اليوم بالذروه الرابعه شو وضع الحراره؟ لا اثرتي في بعض المواجع بدي احكي فيها تحديدا مشان الحراره خلينا نستفيد نحن للاخوة المشاهدين. موضوع الحراره موجود في بعض الناس ممكن يكونوا بحرارة بسيطة جدا قد تكون 38 وبس 38 احنا معتبرها بسيطة. في حالات شفنا حرارة 40 في حالات شفنا حرارة 40 في حالات شفنا تأخر في الحرارة. إذا كورونا ما إلها قانون في كثير عندنا من الأمراض البقية إلها قانون واضح جدا اللي بيصاب بذات الرئة لح ترتفع حرارته ل 40 بلشنا بالعلاج تحسن العلاج بلش تنزل الحرارة غالبا بتنزل ولا تعود حتى عودتها بالنسبة لنا تعني انذار خطير بالنسبة للطبيب ليش رجعت الحرارة. إذا في مفاجأة بالنسبة لموضوع الحرارة. في نقطة خطيرة جدا بالنسبة للإخوة المشاهدين بنبه عليها موضوع تخفيض الحرارة الشديد والسريع غير مطلوب أبدا. تناول كميات هائلة من الباراسيتامول هو دواء آمن جدا تماما عم ياخذوا حبتين انه خلص تنزل الحرارة ياخذ حبتين بس إلى مقدار معين المسموح هو 2×3 اوكي بالكثير 4 انت تحكي على 4 جرام فوق ال 4 جرام هي جرعه ليست علاجيه وقد تضرني يبدا ضرر حتما بعد 4 جرام. اذا انا بدي الفائده ولا بدي الضرر؟ انا بدي استفيد من الدواء فائدتي لحد 3 أو 4 جرام
حتى لو بقيت الحرارة. هي أحيانا بعض المرضى ما عم يفهموا علينا أنه وجود الحرارة عندك هو تفاعل بين مرضى بين جسمك والمرض، وهذا التفاعل في بعض الحالات هو جيد. شو بتنصح اليوم دكتور للي عم ترتفع حرارته؟ حبتين ممكن باليوم بارز، حبتين ضرب ثلاثة، حبتين ضرب ثلاثة، إذا جسمه منيح وزنه منيح وزنه جيد لحد الأربعة، اثنين ضرب أربعة، ما عم تحكي على 4 جرام أنت، لأن حبة الباراسيتامول نحن بنعرف فيها 500 ميلي جرام على مدى كم يوم؟ على مدى 24 ساعة، لا ياخذ أيام بده إياها، حتى بقول له خليك مستمر عليه أسبوع. أوكي. لأنه أنت الباراسيتامول هو خافض حرارة ومسكن، يعني كان مسكن للآلام، فيستمر. فوق ال 4 جرام هو حتما ضرر. أحيانا بنشوفها مع بعض الأمهات، مع احترامي لحنية الأم وقلبها على ابنها، بتقولي حرارته عالية جدا، فأنا ب 12 بالليل ل 8 الصبح أعطيته 3 تحاميل و3 مرات شراب. عم أهلك لأنه تنزيل الحرارة عم تضري، ما عم تنفعي بهالحالة تماما. دكتور، بالنسبة للأشخاص اللي أصيبوا بكورونا عدة مرات، فهنن شايفين إنه خلص جسمهم أخذ الوقاية الكافية، فهنن ما لهم بحاجة للقاح. فعليا هل اللقاح يفيد الشخص المصاب بكورونا عدة مرات أم لا؟ مفهوم خاطئ جدا. ليش مفهوم خاطئ؟ نحن حكينا قبل هلا، خلينا نرجع للبدايات. بالنسبة لبعض الأمراض الفيروسية بتاخذ أنت لقاح مرة واحدة مدى الحياة تماما، فلا تصاب بعده، أو أصبتي في المرض اللي هو طبعا نحن بنعرفه الأمراض القديمة اللي هي جدري الماء، النكاف، الحصبة كذا، أنت إما تلقحتي أو أصبتي أخذتي مناعة مدى الحياة. أما مناعة الكورونا فليست مدى الحياة أبدا. مناعة الكورونا لو أنه على 4 شهور بلش تنزل الأضداد. الأضداد هي المناعة اللي بحملها أنا ضد هذا الفيروس، حتى إذا افترضنا الفيروس نفسه ما تحور، فما بالك إذا تحور. فإذا أنا بعد 4 شهور رح تبلش تصير أنا أصلاً أنا ومنع بتم خايف دوماً. أنا وممنع وأنا ملقح بتم خايف دوماً. يعني هو بتختلف الشدة دكتور؟ يعني إذا أنا سبق وأصبت بكورونا بتختلف الشدة بس خلال بس بالأربع شهور، أما بعدين أنا ممكن أصاب بنفس الأعراض. أقصى مدة 6 شهور وإلا بتصابي. شفنا حالات مثل تفضلتي تماماً. طبعاً الإحصائيات اللي إحنا بنشوفها بالعيادة هي ليست كافية للدراسات، الدراسات دوماً تكون عالمية. بس نحن بنشوفها بالعادة هي اسمها ملاحظات. شفنا بعض الحالات انصاب بإصابة كورونا قوية جدا، بعد 3 شهور تماما انصابت زوجته، انعدى هو منها ولكن كانت إصابته ناعمة جدا شفيفة. أكيد لأنه بمدة 3 شهور طبعا. 4 شهور بعد 6 شهور ما بنضمن المريض أبدا إنه ينصاب، أبدا إنه ممكن ينصاب تماما. بآخر التصريح لمنظمة الصحة العالمية، طبعا نحن مثل حكينا قبل هلا انه دعايه اللقاح اصلا يلي ساوي اللقاح قال لك انا ما بعطيك لقاح ليمنعك نهائي ولكن ليخفف من اصاباتك. نعم. باخر تصريح لمنظمه الصحه العالميه صرح المسؤول قال انا ما فيني اعطيك جرعه ثانيه من اللقاح، طبعا الثاني بقصد اللي بعد 6 شهور ما دام جارك مؤاخذ الجرعه الاولى. تمام. فاحنا ما حسنا نغطي لسه انه الجرعات لكامل الناس لحتى نبلش بانك تعطي جرعه كل 6 شهور تماما. يعني مثل ما ذكرت دكتور هذا بده يصير يوم الايام، مثل ما ذكرت دكتور، وفعليا يعني اليوم انواع اللقاحات عم تتنوع وعم تجينا لسه جرعات مختلفه وجديده. مثل دوله الصين قدمت جرعات من اللقاح بصياغات جديده لفيروس كورونا، فبتوقع ان اللقاح هو يعني الملجا الاخير للاشخاص حتى ما يصابوا بفيروس كورونا. اكيد مثل ما ذكرت حضرتك كل شيء اجراءات سابقه يفترض ان نلتزم فيها. إن شاء الله بدنا نتمنى كل الشفاء للأشخاص يلي عم يتابعونا ويلي ما عم يتابعونا، يا رب الكل يكون على سوية صحية سليمة. وشكرا كتير لك دكتور. كل شكر، سعد أوقاتك. شكرا لك سلامة للجميع. منكفي معكم مشاهدينا مع زميلنا بشار تفاصيل افتتاح احتفالية أيام الثقافة سورية. كاميرا العالم سوريا تواجدت هنيك في هالتقرير. تحت رعاية السيد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تقيم وزارة الثقافة احتفالية أيام الثقافة السورية تحت عنوان الثقافة أصالة وتجدد. تمتد الفعالية من تاريخ 23 ولغاية 30 تشرين الثاني، وذلك ضمن دار الأسد للثقافة والفنون. تفاصيل أكثر في المادة التالية. We'll be right back.
الثقافة السورية ثقافة عريقة، لابد أن نلقي الضوء على عراقة هذه الثقافة، لكننا أيضا نلقي الضوء على تنوعها، على تماسكها وتجانسها بكل مكوناتها، ونلقي الضوء على رغبتنا بتطويرها وقدرتها على التجدد. الثقافة في بلدنا ثقافة عريقة جدا، متأصلة في التاريخ، لكنها أيضا قادرة على التجدد، على التطور. ليست ثقافة محنطة، لا نريدها أن تجمد في قوالب، نريدها دائما أن تواكب الفكر المتجدد، الأجيال المتجددة. طبعا اليوم نحن دائما نحتفل ب 23 من تشرين الثاني ليوم تأسيس وزارة الثقافة، طبعا احتفالية كبيرة تحدث في كل عام تشمل كل أنواع وأطياف وألوان الثقافة السورية من أجل إظهارها إلى العالم، لنقول أن سوريا مهد الحضارات، أرض البدايات، تملك من الثقافة ما يكفي لأن يغني العالم بأسره، وليس فقط سوريا. وزارة الثقافة السورية من أنشط الوزارات العربية على الإطلاق. في هذا الظرف القاسي والمؤلم والموجع وهذا الحصار الكبير الذي نعيشه، ليس في الثقافة وحدها وإنما في الاقتصاد وفي السياسة وفي كافة مجالات الحياة، لم يتوقف نشاط واحد من أنشطة وزارة الثقافة في كل مديرياتها وفي كل المحافظات. ولي شرف أن أكون جنديا في هذه الوزارة التي تفضلت بتكريمي بهذه المناسبة، وأنا على عتبات خريف العمر. وزارة الثقافة السورية تكرم بعض الكتاب ومخرج يعني بعض المثقفين، هذا عزيز علي جدا لأنه تكريم بسوريا وخاصة في الظروف الصعبة جدا. نحن لم ننسى الأدب والفن والثقافة، وإنما أيضا هي تشغلنا. اليوم الافتتاح حيكون مثل ما بتعرف 23 مستمر حتى 30 الشهر. نحن فعالياتنا حتكون اعتبارا من غدا بدمشق وكافة المحافظات السورية. المديرية مقدمة أعمال مسرحية في مسرح الحمراء والأباني والعرائس ومجمع دمر الثقافي. إضافة لهالشيء رح يكون عندنا فعاليات موسيقية أيضا في كافة المحافظات السورية، وانطلاق فعاليات مهرجان السويداء المسرحي غدا ضمن هاي الفعالية. شيء رائع، يعني الأسبوع كله أسبوع الثقافة رائع يعني. وأنا بشكر وزارة الثقافة على اللفتة الكريمة. الزمن الاستثنائي الذي يمر على سوريا هو دلالة كبرى على أن دمشق وسوريا لا تتخلى عن دورها الحضاري أبدا ولا تتأخر عنه نهائيا. فلذلك أنا أشعر بامتنان أن استطعنا برغم هذه الظروف السيئة والاستثنائية أن نبقى معبرين عن انتمائنا الحضاري بتكريم قاماتنا الثقافية والفنية والأدبية في سوريا. كثير منسمع اليوم عن فيروسات خطرة تدخل الأجهزة والحواسيب لا تحصل على معلومات سرية وهامة وشخصية بالنسبة لنا كأشخاص أو بالنسبة للشركات وغيرها يا مجدوني. وطبعا هي الشركات بتكون من أكثر الجهات عرضة للتهكير مثل ما نحن بنسميها بالعامة، وطبعا هون لازم يكون في عنا إجراءات وقائية لحتى نحمي خصوصيتنا ومعلوماتنا، وأيضا نكون عنا وقاية من فيروسات الفدية. اليوم معنا خبير الاي تي عامر بشار لحتى يخبرنا عن كل التفاصيل التي تتعلق بالفيروسات الحواسيبية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك معنا لليوم عامر. بداية فيروس الفدية، كثير في أشخاص اليوم ما بتعرفه وأنا شخصيا، فشو هو؟ هلأ قلنا في كثير أنواع للفيروسات. فيروس الفدية هو نوع من أنواع الفيروسات أو المالوير، البرمجيات الخبيثة. هي عبارة عن برمجية بتفوت على الجهازي
بطريقه ما هلا بنحكي ممكن الطرق اللي بتفوت فيها على الجهاز. تمام. شغلتها تشفر الملفات يلي بالجهاز. طبعا في إلى اكثر من مستوى وفي إلى اكثر من نوع. هذا الفيروس بس يفوت على الجهاز بيعمل انكريبشن او تشفير لكل الملفات، بصير ان ما عاد اقدر افتح ملفاتي لان كانت صور وورد فيديو شو ما كان نوع الملفات انا ما عاد اقدر افتحها. يعني انا خرجت عن نطاق السيطره على حواسي على ملفاتي. تماما. وحتى بيطلع لي مسج او بيترك لي المهاجم مسج فيها التفاصيل اذا انا بدي ادفع الفديه. هو مثل ما عم نقول فيروس الرانسوموير هو فيروس الفديه، فانا لازم ادفع الفديه لهذا الشخص كرمال يعمل لي الغاء تشفير للملفات. بهي الطريقه المهاجم بيستغل الملفات او بيستغل الاهتمامي بالملفات او حساسيه ملفاتي او حساسيه الداتا اللي عندي مقابل انه ياخذ مصاري، وكانه بالعالم الحقيقي كامل شيء وبده مقابله فديه. تماما. حتى يتركه. في حال حصل المهكر على هي المعلومات او هي الملفات والخصوصيه تبعيتها هون ما تم اختراقها، يعني انا كشركه اتاخذت ملفاتي، اتاخذت بياناتي كامله، دفعت الفديه رجعوا لي، هون البيانات ما صار فيها خلل؟ هلا في على حسب نوع البيانات نوع الهجوم. اها. في انواع من الهجوم بيحذف الملفات اصلا وبيحط لي بداله ملفات، بيعمل ملفات باسماء نفس الاسماء بحجوم نفس الحجوم ولكن هي بتكون ما في ملفات، فبتكون اصلا تضررت الملفات حتى لو دفعنا الفديه بين قوسين اذا بدنا ندفعها، فبتكون اصلا ما في ملفات. في نوع ثاني هو ما انه مضطر ياخذ الملفات لانه اصلا انت ما عاد لك اكسس على الملفات حسب الاشخاص يمكن وشو بدهم من الطرف الثاني. نعم. فاحيانا بينحذفوا الملفات اللي البيانات تبعتنا، احيانا بيتم تشفيرها بس تغيير بهيكليتها او حتى نوعها فما بقدر اعمل عليها اكسس، او حتى يكون عندهم نسخه منها. تواجد معه صاروا معه الملفات كلها؟ لا مو بالضرورة. مو بالضرورة أن المهاجم يعمل كوبي للداتا. تماما. يا بيعمل كوبي يا بيعمل كوبي وبعدين بيشفر، يا أما بيعمل ديليت وبعدين بيعمل ملفات مشفرة وهمية، يا أما بيعمل بس تشفير فقط. خلينا نفوت لصلب الموضوع، نحكي عن أنواع فيروس الفدية. مثل ما قلنا في انواع بتصيب بنسميها لوك سكرين او هي بس بتقفل لي السيستم، انا ما عاد بقدر فوت على السيستم. في نوع ثاني بيستخدم بيشفر لي الملفات من دون ما يقرب على السيستم اللي عندي، فبيضل السيستم عندي والويندوز شغال ولكن الملفات اللي عندي ما عم بقدر اوصل لها وبتكون بغير اقراص عاده. في نوع ثالث قبل ما حتى اقلع على الجهاز بس كون على الشاشه السوداء حتى بيهاجم ملفات الاقلاع فما عاد يخليني اقلع اصلا على او فوت على جهازي. في طبعا بيضرب الاجهزه الشخصيه ومثل ما قلنا المخدمات او حواسب الشركات. الضرر هون يقتصر على موضوع خرق الخصوصيه، اما مثل ما ذكرت كمان فعلا هو قادر يضر بالجانب المادي بشكل كبير. اكيد. هلا اللي عنده اللي وصل لمرحله لملفاتي وقدران انه يعمل عليها اكسس او يعمل عليها تشفير فهو واصل لملفاتي، فملفاتي بيقدر يعمل فيها اللي بده اياه. هلا الطريق له كيف يوصل وشو شو الثغرات اللي استغلها لحتى وصل للملفات هي الاهم من انه بعد ما وصل للملفات خلص صار بيقدر يعمل فيها اي شيء. تمام. هذا اللي بدنا نعرفه، كيف اليوم فيروس الفديه بيدخل على اجهزه؟ هلا اغلبنا نحن باجهزتنا، هلا اسالي من كل 10 لتلاقي شخص مثلاً ما له مفعل الويندوز ديفندر، فمثلاً منعطل الانتي فيروس البيلت إن بقلب الويندوز، أو منستخدم فهذا خلص صار عندي باب بيتي مفتوح فأهلا وسهلا مين بده يفوت. الشغلة الثانية أني أنا بكبس على روابط ما بعرفها فممكن هي الروابط بتحذرنا من هذا الموضوع دائما بنحذر فيه. صحيح. انه انتبه على الرابط اللي عم تعمل عليه كليك، هل هو من شخص موثوق؟ واذا من شخص موثوق طالب انا منه شيء رابط او شو السبب بعث لي الرابط. احيانا بيستغل الهجوم بيستغل السوشيال انجينيرينج او الهندسه الاجتماعيه، فانا بخترقك بعدين بخترق الشخص اللي بدي اوصل له لانه بالنسبه له انت شخص موثوق، فاي شيء عم يجي من عن طريقك فهو موثوق. كمان حتى لو من شخص موثوق بدي اتاكد
قبل ما اضغط على اي رابط، ان كان ايميل ان كان سوشيال ميديا ان كان شو من كان جايين الرابط، بدي انتبه. احيانا نستخدم برامج مهكره او عليها كراك، الكراك بيقول لي طفي الانتي فايروس لحتى اعمل له تشغيل الملفات. انا اذا بدي نزل برنامج بدي نزل ملف بدي انتبه كمان وين من وين عم نزل الملف. اليوم بتقولي مثلا انا نزلت صوره عادي والصوره فتحت، او فيديو عادي والفيديو فتح واشتغل ما فيه اي مشكله، بامكاننا نحن نلغم الصوره او نلغم الفيديو، فممكن يجيك الفايل وتشغليه بس هو بيكون من وراء اشتغلت البرمجيه وصار الاكسس على الجهاز. الخطوه الاولى اللي انا لازم اقوم فيها ما بعد مرحله التهكير، شفت الرساله اللي انبعثت لي واصابتني القشعريره والهلع انه انا تهكرت، شو ممكن اعمل بعدها؟ لا للاسف الرانسوم وير او انواع الرانسوم وير بتختلف من حدا لحدا. يعني هو مو فيروس واحد وخلص انا بكتفي بالانتي فيروس، الانتي فيروس رح يحميني قبل الاصابه وليس بعد الاصابه، لان كل حدا من انواع الفيروسات الفديه هو عم يبرمجه حدا بطريقه معينه، عم يستخدم خوارزميه تشفير معينه لحتى يشفر فيها ملفاتي. فاول خطوه بعملها هو اني اتاكد انه انا فاصل حالي عن باقي الاجهزه بالشبكه. يعني لنفترض انا ضمن شبكه البيت او ضمن شبكه العمل، فورا انا بفصل الشبكه بفصل شبكه جهازي عن باقي الاجهزه، لانه رح ينتقل من جهاز لجهاز ويصير ينصاب بالعدوى باقي الاجهزه، على حسب طبعا طبيعه عمله للفيروس. فاول خطوه بفصل حالي عن الشبكه، بعزل حالي، الملفات السليمه اللي لساتها سليمه بعمل لها باك اب وبنسخها على مكان ثاني، طبعا ما يكون يعني ما يكون موجود بنفس الجهاز او نفس الحاسب. بعد ما اعمل باك اب بدي اشوف شو نوع للرانسوم وير اللي صابني. فانا في اكثر من مواقع، في اكثر من موقع بتفيدنا لنعرف شو طبيعه الرانسوم وير وهل هو في له طريقه لفك التشفير او لا. فانا لازم اعرف شو نوع الرانسوم وير اللي اجاني، ممكن من الرساله اللي طلعت لي ببين معي شو نوع الفيروس. ممكن في مواقع مثلا في موقع نو رانسوم وير، هذا بيقول لي حط لي ملف صغير من الملفات اللي مشفرين وحط لي الفايل التكست او ريد مي اللي بيكون تكست فايل والايميل مثلا اللي محطوط بقلب هذا الفايل. فهو بيعمل تشيك بناء على الداتابيز اللي عنده او قاعده البيانات اللي عنده، بيقول لي انه هذا الفيروس نوعه هيك والاداه اللي لازم استخدمها لفك التشفير هي هي. هلا اذا انا كنت محظوظ رح يكون هذا النوع معروف من قبلهم وعاملين له اداه فك تشفير، رح نزل الاداه. اولا بدي اعرف انه انا ما عندي هذا ما عاد فعال عندي الفيروس، يعني ما له لساته نشط على السيستم تبعي، فبدي اعمل اول شيء حذف للفيروس، بعدين بستخدم ادوات فك التشفير. بس استخدمت ادوات فك التشفير تمام رجعت الداتا. اذا انا مالي محظوظ والداتا تبعي لسه مشفره وما في ما نزل له فك تشفير، غالبا بينزل فك التشفير هو حدا من المبرمجين او المنظمات هلا بنحكي عنها عم تحاول تعمل فك تشفير او تلاقي الخوارزميه تبع الفك تبع التشفير اللي صارت، او نفسه الهاكرز نفسه احيانا بيتركوا الببليك كي او المفتاح يلي شفروا فيه تمام بيتركوه على الانترنت. فبيصير ادران او في تولز تفك لي التشفير. اليوم عامر بدي اسالك على نقطه مهمه، اليوم فيروس الفديه بيلغي الملفات ام بيخفيها؟ هلا هو ما انه مضطر لا يخفيها ولا يلغيها بالمرحله تمام. الاولى على حسب مثل ما قلنا الليفل اللي بده يوصل فيه بالاذيه. يعني لنفترض تم الغائها او اخفائها، كيف كمان اليوم بدنا نستعيدها؟ لا في انواع للرانسوم وير كطريقه تشفير، في منهم بيستخدم الاوفلاين انكريبت وفي منهم الاونلاين. هلا غالبا الاونلاين بيكون صعب شوي انه اقدر فك تشفير الملفات بعد ما انشفرت. فانا بصير بدي اعمل الجا لطريقه ثانيه واللي هي ريكفري، انا ارجع اعمل استرجاع للبيانات تبعي. هلا في شيء اسمه الشادو اكسبلورر، او الملف هو بيكون محطوط له نسخه ثانيه، نحن بنشوف احيانا
اذا بنعدل على ملف بنلاقي في ملف ثاني اذا عامل اظهار مخفي طلع لبين ما اعمل سيف. هلا هذا الحكي كلياته بيتسجل على الهارد، فانا ممكن ارجع لهي الملفات واسترجعها، او بقدر اعمل ريكفري من دون ما كون مفرمت. فالملفات اللي كانت موجوده عندي بقدر استرجعها عن طريق الريكفري. تماما. يفضل ما امسح الداتا انا، ما اغير بمعلوماتها. اليوم في اداه لفك التشفير استخدمتها، بجوز بكره تنزل اداه جديده او حدا يلاقي لها فك تشفير. فالداتا يفضل اني حافظ عليها واعمل لها كوبي، حتى لو هي مشفره اعمل لها كوبي بمكان ثاني قبل ما اعمل فورمات. احيانا اضطر اعمل فورمات لحتى اقدر اوصل للسيستم اللي عندي، فاعمل منها نسخه احتياطيه امنه. مع الوقت اذا هلا ما في تول تعملي ديكريبت او فك تشفير، مستقبلا ممكن يصير فيه. تماما. ذكرت حضرتك نقطه كثير مهمه اللي هي النسخه الاحتياطيه. هل نحن فينا من خلال النسخه الاحتياطيه نحفظ حقوقنا؟ يعني لو تهكرت المعلومات او بياناتنا الشخصيه وغيرها، فنحن عندنا جانب امن بيصفى علينا انه بس نشيل الهكر ونشيل الفيروس ورجع بياناتنا، ولا لا في اجراءات اخرى؟ اكيد. هلا الباك اب اهم شيء بحياه كل حدا. يعني اليوم على مستوى الموبايل نحن اذا حاطين صورنا عليه والداتا تبعنا وضاع الموبايل، صح، فراحت كل الداتا تبعنا، كيف بدي ساويها؟ انا حاطت داتا كمان عندي على اللابتوب وضاع اللابتوب وضاعت الشنطه. فيفضل اني انا دائما اعمل باك اب. الباك اب هو بيفيدني لاي حاله من الحالات، تلف الداتا، ضياع الداتا، تغيير بصيغه الداتا، فانا عندي نسخه احتياطيه. فدائما انا لازم اعمل بلان او خطه للباك اب عندي. انا كل اسبوع لازم الداتا اللي عندي كلياتها اعمل لها باك اب، والباك اب بيكون فيزيكلي بهارد منفصل، هارد خارجي، وحطه حتى بمكان بعيد عن المكان الداتا الاصليه، حتى ان كانت على النتورك ما تكون اذا على نفس النتورك، يعني تكون بمكان ثاني بالنتورك محمي وراء جدار حمايه او وراء نوع من انواع السكيورتي حاطينه. بهي الطريقه دائما الباك اب بيقدر يضمن لي على الاقل اقل الخسائر. وفي بعض الشركات الامنيه بتستخدم، بتقدر تعرف نوع التشفير او طريقه التشفير للفايلات باستخدام فايل قديم عندي. يعني انا بعطيهم الفايل اللي تشفر ونفسه الفايل قبل ما يتشفر، بيلاحظوا الفرق بيناتهم، ممكن يستنتجوا الخوارزميه تبع التشفير. فالباك اب اهم شيء، دائما لازم نعمل باك اب. لا نقول هي المعلومه لسه ما خلصت منها، لسه لها وقت. دائما الباك اب الدوري بيحميني الداتا بحاله الاختراق او الضياع او تغيير الصيغه. تمام. عم تخبرنا عامر انه كيف نحمي الاجهزه اليوم في حال تعرضنا لهاكرز. في شركات اليوم مختصه بهذا الشيء؟ اكيد طبعا. هلا شركات الحمايه هي عم تبيع منتجات حمايه بالنهايه، بدها تروج لهي المنتجات الخاصه فيها. تمام. فمفروض تكون عم تدافع او عم تعمل برامج لحتى مضاده للرانسوموير. هلا اكيد في شركات صار فيه، وصار في صحيح لانه في فيروسات كثيره حكينا عنها. نعم. بحلقات قبل. نعم. صار في حتى حملات. صح. عم تجتمع فيها اكثر من شركه امنيه ليقدروا يفكوا تشفير الرانسوموير او يكتشفوا الرانسوموير. تمام. بالبداية أنا كشخص بدي بلش من عندي، بلش بأول مرحلة إني شغل أنتي فيروس أو أنتي مالوير على جهازي. مجرد ما شغلته رح تصير العملية أصعب بالنسبة للمهاجم. تمام. إنه يشفر لي ملفاتي. الاستعانة بالشركات اللي ممكن تقدم لي أنظمة حماية لحواسيبي ومعلوماتي وبياناتي، ما رح خاف منها كمان هي كشركات؟ اكيد لا. هلا عم نحكي كبرمجيات. هلا في نوعين، لانه في شركات بتعمل لي دراسه لشبكتي، بتعمل لي حمايه لها، بتعمل اعدادات للنتورك عندي بحيث ما يوصلني الهجوم. ولكن اغلب الهاكرز او اغلب الهجوم عم يصير من جوا. كيف يعني؟ يعني انا ما عم بقدر فوت على الشبكه اللي انت فيها، اللي موجوده فيها، لانه في كثير انظمه حمايه مشغلتيها. فشو بعمل؟ انا بخليكي انت يلي تفتحي لي الباب، فانا بخدعك بطريقه برساله فيشنج بنسميها او اصطياد، بلاقي لك طريقه كيف انت تعطيني السماحيات او الصلاحيه اني فوت على هالشبكه. فدائما بدي انتبه انا كمستخدم، حتى لو الشركات عملت لي دراسات
دراسات للنتورك تبعي، ممكن تحميلي الراوتر، تحميلي السويتش، تحميلي البيئة اللي أنا موجود فيها. ولكن بدنا نكون في شركات تعمل أصلاً توعية للموظفين كيف يتعامل مع الإيميل، كيف يتعامل مع اللينكات، في توعية أكثر بيصير بموضوع السكيورتي. والشركات الثانية اللي هي بتقدم لي البرمجيات الحماية، طبعاً نحن أغلبنا بيروح بينزل بيدور على الشيء الفري أو الشيء الكراك، فالكراك هو أصلاً كسر لي البرنامج الحماية تماماً. فأنا صرت مأمن أنه أنا عندي أنتي فيروس مثلاً أو شيء، بس هو فعلياً مثل قلته دائماً لازم أعمل أبديت للويندوز، أبديت للأنتي فيروس اللي موجود عندي. انتبه الرسائل اللي بتطلع لي حتى منهم هنن من الأنتي فيروس، هي شو المقصود فيها وليش طلعت؟ طالما طلعت ففي سبب، يا عندي اكسس من برا يا اما في برمجيه شيء عم تشغل حاله من جوا. تماما، يعني حتى المخاوف اللي ممكن تتبددنا بانه نحن اذا استعنا بشركات مختصه بنظام الحمايه انه ممكن يهكرونا هن، يمكن يصير بياناتنا عندهم، هي ما لازم نخاف منها، خلص امنه. لا، في اتفاقيات بيكون تماما ودائما بيبين، يعني الاختراق بيتسجل في شيء بنقدر نشوف نحن كيف صارت عمليه الاختراق، تماماً. شو الادوات اللي استخدمت. تمام، بدنا نشكرك كثير على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ان شاء الله ولا واحد فينا يكون عرضة لا فتح رابط ولا لهكر ولا لاي شيء ممكن يزعله. شكرا كثير لك عامر، مكفيين معكم ورح ننتقل مع كاميرا العالم سوريا لنشوف اجوبه الناس على سؤالنا، ماذا يمكن ان يكون اخر نشاط لك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نتابع سوا. اليوم في حال قالوا لك عندك آخر نشاط على السوشيال ميديا، شو ممكن يكون وليش؟ صورة بحكي فيها إنه عن تجربتي مع السوشيال ميديا وكيف كانت معي وكيف مأثرة علي. أشعر بالسعادة، I'm so happy. Yeah. شو السبب؟ لأنه ما كتير أنا محب السوشيال ميديا ووسائل التواصل، يعني عندي على الإنستغرام نزل صورتين وعلى الفيس شوية صور، مو أكثر من هيك. شو ممكن يكون وشو السبب؟ أحسن شيء إنه ولا شيء، صدقني، لأنه الراحة أهم من كل شيء، كل شيء بوجه الراحة. ما بعرف، يعني بنزل ستوري إنه هذا حيكون آخر شيء وبس. في أنا مشهورة هالشهرة ممكن نزل إنه أنا رح أختفي، بس كأنه أنا هيك لا، يعني ليش أخبر؟ صفحتي على الفيسبوك هي فقط يعني لقطات الذكريات، مثل الألبوم قديما أيام الصور قبل تجي وسائل التواصل الاجتماعي، ففضل حط صورة إنه رح أقوله هي الوداع، رح تكون إلي شخصيا، كون أنا موجود فيها، معبرة عن هوايتي مثلا، خلينا نقول، أو العمل اللي أنا أقوم فيه. هلا هي ما حتصير، بس إذا في حال افتراضها بدها تصير نوصل لهذه المرحلة، تنشر توعية وتبعث لهم إنه تحكي العالم من خلال التوعية، خاصة هلا مع الوقت، هلا على الزمن اللي عم بيصير، كان عندكم ولا عنا، حلو يضل واحد هيك يعطي بوزيتيف فايبس للعالم حتى يكونوا هيك إنه هن قادرين يوقفوا على اجريهم، قادرين يكون عندهم نشاط حيوي كذا هيك. في عالم تهتم للبوستات او للستوريز اللي بينزلوها، ممكن انه مشان هن حابين يبعدوا شوي عن السوشيال ميديا هيك. يعني في ناس بتحب الانتباه وبتحب انه بس مشان الناس تنتبه عليها. كثير منا صار ميال للتمارين الرياضية داخل المنزل، إن كان من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى متابعة بعض الكوتشز عن طريق الفيديو يوتيوب وغيره. فاليوم في كتير فروقات ما بين ممارسة التمارين الرياضية بالوقت السابق واليوم يلي نحن وصلنا له. خلونا نعرف شو هي هالفروقات مع زميلتنا صبا وفلاش باك. كتير صرنا نسمع هالجملة، بفضل ألعب رياضة بالبيت. كتير في تمارين ممكن نتعلمهم على السوشيال ميديا، كمان الابليكيشن بيقدر يحسب لي الجهد وحرق الكالوريز. بيقولوا أنه السوشيال ميديا بتزيد القعدة والكسل، كيف ممكن أن تكون لنا مدرب رياضي؟ كيف ممكن مواقع التواصل الاجتماعي تخلينا نطلع على تمارين رياضية جديدة؟ ممكن يكون لنا في مدرب افتراضي؟ خلونا نسأل.
اليوم اذا اخترت انه انت تلعب رياضه بتنزل على الجيم ولا بتفتح على اليوتيوب على الانستغرام بتشوف شي كوتش منزل شي تمارين؟ بفضل انزل على الجيم. اذا انه عملت شي حركه غلط في مين يصحح لك، في مين يراقبك بحركاتك، اما بالبيت ما في، يعني بجوز انا اغلط بحركه يعني يروح فيها من الاخر. اكيد الجيم، لانه اصلا انت اذا حاولتي انه تلتزمي بالبيت يعني تنشغلي باي شيء باظافيرك بكل شيء، المهم ما بتلتزمي ابدا. اي بس في عالم بتفضل بالبيت، يعني هلا انا مثلا رفيقتي هيك الصدوقه كثير فانه بتلعب بالبيت، بس على فكره يعني كثير بضيع وقت. هلا اول شيء انا اساسا ما بحب لا هي ولا هي بصراحه، ضلني قاعده وما بعمل شيء. لا الجيم يعني طبعا الجيم، لا لما يكون كوتش فوق راسي لما عم تابع شيء على السوشيال ميديا ما راح تعرف انت تلعب الحركات مثل ما لما تنزل على النادي فوق راسه الكوتش، عرفت كيف؟ يعني انا صلي عمر بلعب ملاكمه، صليت 9 سنين بلعب ملاكمة وما مو دغري فتت فيها، يعني 3 سنين وأنا أولها يعني عم بمشي شوي شوي. يعني هلا أنا إذا كنت تعبان نفسيتي أو شيء أو متضايق أو شيء، أيام كم بروح أعمل شعر أحلى أو بروح على النادي لحتى أرتاح، بطلع نهار جديد بصير. طبعا أكيد بشجع أي حدا بالدنيا كلها. برأيك كل الشباب هيك بفكروا؟ والله هلا أكيد طبعا، بس ما في عندهم هالقدرة أو الحماس إنه ينزلوا، بيقول لك تعب ما تعب وكذا، لأنه أعمال شاقة بالنادي فكري. يعني بنحب نروح على النادي، يعني انا مثلا بشتغل مثلا 7-8 ساعات او 10 ساعات، بروح على النادي ساعه ونص عن 4-5 ايام. يعني اذا كان الكوتش فوق راسك مثلا او شاب او صبيه وهيك في جو حماس بالنادي بيساعد اكثر؟ اكيد اكثر بكثير بكثير، يعني بشكل لا يوصف، ما في مجال للمقارنه. كملي معكم مشاهدينا ببرنامج دامسكو اليوم. ما بتقتصر الفنون على العزف والغناء والرسم والكتابة، فن تصميم الأزياء عم ياخذ حيز كبير عند الشباب وحول العالم وعم يتطور بشكل دائم. ودائما لما بيكون في عنا فن العطاء وبيندمج فعليا مع الفنون اللي نحن كلياتنا بنعرفها يلي هو الرسم والعزف وغيره، هون بنقدر نقول انه عم نقدم للاشخاص يلي حوالينا قمه بالانسانيه، لانه اندمج العطاء مع الفن. فهون خلونا نحن وياكم نرحب بصبيه سوريه من محافظه السويداء هبه الشعراني، انضمت لنا عبر الهاتف يلي برعت بتصميم الازياء. اهلا وسهلا فيكي هبه. حي الله يا هلا. اهلا وسهلا فيكي معنا اليوم هبه. هبه بدايه خبرينا عنك، عن دراستك واختصاصك. تمام، انا دارسه هلا موهبتي بلشت من الصغر، بعدين دخلت بالمرحلة الدراسة الثانوية فنون، أبدعت مجال الرسم والتصميم. طبعا الأساتذة كثير شجعوني لحتى صار عندي حافز كفي بهذا المجال. بعدين دخلت كلية فنون جميلة قسم رسم وتصوير. بعد التخرج يعني حاولت استثمر موهبتي باكثر من مجال، اشتغلت في الديكوريشن كيك، شاركت بكثير معارض منهم معرض كرافت هاوس، شاركت بخشبيات بلوحات فنيه، يعني رسمت على اكثر من ماده وخامه. بعدين عملت صفحه خاصه لي وحاليا يعني بتجيني طلبات كثير عليها وبتعامل مع محلات، بالإضافة يعني طبعاً تعرفي المتخرجة إنه بتحب تشتغل بأكثر من اختصاص، اشتغلت كثير مجالات. بعد هيك حبيت استثمر موهبتي أكثر بمجال تصميم الأزياء. تماماً، أنا من هاي النقطة بدي انطلق معك هبة. يعني اليوم لما بنحكي نحن عن الأشخاص اللي بيكون عندهم فن، بيكون عندهم حس إبداعي، ما بيوقف عندهم شيء على حد معين، دائماً عندهم جموح بطموحاتهم وأفكارهم. فدخولك لعالم تصميم الأزياء كيف كانت أول خطواته؟ عملت دورة عند المصمم المعروف وسام الحسن ضمن مشروع للجي سي آي، وبعد الدورة ضليت عم بشتغل على حالي تدريب مستمر فترة سنة لحتى اجتني هاي الفكرة بالأخير، فكرة تجديد الملابس وتصميم الأزياء. طب اليوم هبة، فكرة تصميم الأزياء دائما لازم تكوني مواكبة الموضة، مواكبة الفاشن فينا نقول، كيف اليوم انت عم تواكبي هاي الأزياء؟ حاليا بشوف خطوط الموضة العالمية وبحاول انه يعني استمد منها شيء، وطبعا اعمل شيء خاص فيني.
التصاميم الثابتة يعني بيكون عند المصممين أحيانا هوية معينة، يعني مثل ما بنشوف الأسماء الكبيرة هبة لما بنشوف أي عرض أزياء نعرف إنه هي هوية المصمم فلاني، فبتشوفي إنه لازم المصمم يكون في عنده هوية ثابتة أم هو قادر على ابتكار هوية جديدة تتعلق في كل مرة يغير الستايلات اللي هو عم يشتغل عليها؟ هلق أنا شخصيا كثير بحب التغيير، طبعا اي فنان او اي مصمم لازم يكون عنده هويه خاصه فيه ولازم يراعي كمان ذوق الزبون في النهايه، فبحاول اجمع بين الاثنين. طب هبه اليوم فكره مشروع تجديد الملابس، اليوم انت عم تجددي الملابس يلي موجوده عندك ويمكن عند رفقاتك، كيف بداتي وشو كان الدافع من هذا الشيء؟ هلق اللي خلاني أو فكر بهاي الفكرة هو مثل ما نعرف كلنا أنه غلى الأسعار، غلى سعر القماش، تمام. وفكرة ثانية اللي هي أنه نشوف يعني مثلا يكون عنا قطعة حلوة نلبسها كم مرة بعدين اليوم عم تعملي إعادة تدوير لقطعك؟ تمام هيك. عظيم. واليوم لما بدنا نحكي عن هالإعادة التدوير بدنا نروح لحالة تقبل الناس لفكرة الثياب المستعملة سابقا، عم تلاقي انت في قبول، ما في عندهم مشكلة، في اشخاص بيقولوا لك انا بلبس ثيابي وبس، حتى مثلا فكرة انهم ياخذوا من سوق الثياب المستعملة بيرفضوا الفكرة، فإعادة تدوير او إعادة تأهيل شكل الملابس عم يتقبلوها الناس؟ هلق الفكرة انه هن القطع خاصة فيهم، هني بيكونوا بدهم يجددوها، مو أنا بيكون عندي قطعة وبيعها، تمام؟ يعني مثلا قطعة هي بتكون موجودة عندهم، بتكون قماشتها حلوة بس إنه خلص يعني لبسوها كم مرة وملوا منها، حابين يشوفوها بطريقة جديدة. تمام. طب هاي الفكرة. هبة قديش اليوم عمر المشروع؟ عمر المشروع تقريبا سنتين. عظيم. حلو. تمام. طب اليوم اذا بدنا نحكي عن عدد المستفيدين اليوم بالمشروع تبعك قديش ممكن يكون؟ هلق يعني ماني حاطه عدد محدد، انا حاليا مطلقه مبادره، تمام. بدي من خلالكم خبر العالم انه بكره رح يصير استقبل طلبات تجديد الملابس بشكل مجاني لمده شهر. عظيم. عظيم. بدي اتشكرك كثير على المبادره لانه فعلا مبادره لطيفه وجميله، وبدي اروح لحاله انه كيف عم تقدري تتواصلي مع الاشخاص؟ بيصلنا احيانا يعني بيصلك مثلا احيانا الثياب قد تكون بدها يعني شغل كثير لحتى تزبط انه انا ارجع اعمل اعاده تاهيل لها، فكيف عم تتعاملي مع الاشياء اللي عم تنجاب كثياب لعندك؟ هلق أني حالياً مشاركة بمعرض الغصن العتيق، هو غصن العتيق على شارع قنوات في برج العميد طابق سادس، تماماً. فيهم يتواصلوا العالم معي من خلال هذا المكان، أنا رح أكون متواجدة خلال يومين بالأسبوع أحد والأربعاء. حلو كتير. طب هبة اليوم مين عم يساعدك بهي المبادرة؟ مثل ما حكيت نجدولين أنه إعادة التدوير بيحتاج مصاري، فينا نقول اليوم بشكل مادي مين عم يساعدك؟ بصراحة ما حدا. يعني بلشت بأقل الإمكانيات عندي وعم حاول أعطي أكثر شيء فيني أعطي. عظيم انه الواحد يكون في عنده حس المبادره انه يعمل شيء هو مآمن فيه حتى وان كان بده يحط من جبته على حسابه الشخصي. تماما، على حسابه الشخصي انه ينفذه. في معايير معينه لقبول قطع الثياب اللي عم تستقبليها هبة؟ طبعا اكيد، يعني لازم انه تكون القطعه انه يعني انه مرتب، يعني مش يعني مهتريه او شيء، تمام. والعالم عم تقدر هذا الشيء انه لازم قطعه الثياب تكون قابله لللباس؟ طبعا اكيد. هذا اهم شيء. تمام. المواد اللي عم تضيفيها اليوم على القطعه اللي عم تشتغليها شو عم بتكون هبه؟ حسب ذوق الزبون، يعني ممكن وحسب القطعة شو هي، يعني في قطعة بدها اكسسوار، في قطعة بدها مثلا رسمي، في قطعة بدها تطريز، في شيء بده تغيير بالموديل او بالحركة. تمام. انت اليوم اي نوع ممكن بتفضلي؟ ما في شيء محدد لانه كل قطعة الى شيء.
إلى خاصيتها، إلى أسلوبها الخاص فيها. كنت عم تقولي إنه في حالة زبون، فبدي روح هلأ لحالة إنه في ناس فعلاً تتشرط عليك شروط تعجيزية. يعني مثلاً أنا لما بروح لعند الخياط بقول له أنا ما بدي هيك، بدي هيك، بيقول لي لا قاعدة الخياطة ما أنا هيك. بقول له يا أخي أنا ما بدي أمشي على القواعد، بدي أعمل شيء خاص فيني. فبتلاقي أنت ترتيبات الزباين عم تكون هيك، عم تقدري تتماشي معهم، عم تقدري تتعاطي معهم بالطريقة الصحيحة في حال كان زبون صعب مثلاً مثلي. هلق بالنهاية لازم أوفق بين ذوقي وبين ذوق الزبون. يعني أكيد أنا الوقت بدي أشتغل هاي المهنة لازم كتير كون مرنة لأعرف شو ذوقهم وشو هني بحبوا، لأنه أكيد بالنهاية القطعة لهم. تماما. طب اليوم هبة بلشتي تفكري بخطوات جديدة لمشروعك؟ هلق أنا في فكرة إن شاء الله إذا في سبونسر أو في دعم للمشاريع إنه يكون عندي مشغل أو بوتيك خاص إن شاء الله أشتغل إن شاء الله مع الأيام يا رب. بدي أعرف منك هلأ هبة شو الخطوات اللي عم تشتغلي عليها على أرض الواقع لحتى تقدر تطوري مشروعك أكثر؟ يعني أنت عم تشتغلي على إمكانياتك أكثر، كيف عم تقدر تدعمي مشروعك؟ خبرتك أنا حالياً من فترة طبعاً بمجهود شخصي اشتريت المكنة، بشتغل من بيتي ومن الغصن، معرض الغصن العتيق. طبعاً هذا المعرض هو معرض شامل في أعمال يدوية ولوحات فنية، بدعي الناس كلها تروح تشوفه. خبرتك يعني بتعامل كمان مع خياطات. يعني عم يكون في ايدي عامله انت عم تشتغلي معاهم هبه صحيح؟ اكيد. يعني لبعدين ممكن كمان انه في فكره انه وفر فرص عمل، لانه بتعرفي يعني هذا مشروع كبير، مشروع حلو، بده ايدي عامله وبيتحمل. يعني بيتحمل فعلا انه يتوسع ويكون في حواليك ناس كثير عم تشتغل معاكي، ويكون في اشخاص كثير عم بتستفيد وتقدم بنفس الوقت. اكيد اكيد. هبة اليوم نتمنى لك كل التوفيق، إن شاء الله يكبر مشروعك وأحلامك كلها تتحقق. لمول يا رب. شكرا لكم كثير شام ومجدولين على الاستضافة، وأكيد لإدارة القناة وللكادر جميعا. نورتينا هبة، وإن شاء الله يا رب فعلا نشوف اسمك من كبار مصممي الأزياء ورفع اسم سوريا بالعالي. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا وكل التوفيق يا رب. لمو يا رب. سلامات مشاهدينا لليوم شام، خلصت حلقتنا لمع كل أسف. فإن شاء الله موعدنا بيتجدد معكم خلال الحلقات القادمة. مثل ما بنقول دائما ما نخلي شيء يحدنا، طموحاتنا هي أكبر من أي شيء ممكن يوقف بطريقنا لحتى ما نقول الظروف هي اللي تحكمت فينا. أكيد. لأي سؤال أو استفسار تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضلوا بخير وبكل خير.